الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام على الحسين وآل الحسين. الحسين مصباح الهدى الذي يهتدي به الناس من الظلمات ويستدل بنوره على الطريق. ومعنا اليوم ستنير شمس الحسين الدروب بأشعتها الساطعة. في هذه الحلقة لنا أطلالة على إشراق حسينية تربوية حول اتباع طرق التعليم الصحيحة. يحكى أنه ذات يوم مر الحسن والحسين عليهما السلام على شيخ يتوضأ، ولاحظ أنه لا يحسن الوضوء، ففكر بطريقة يعلمان فيها الشيخ الوضوء دون أن يقلل من احترامه، فهو شيخ كبير. فوردت إلى أذهانهما عليهما السلام فكرة، فأخذا في التنازع، يقول كل واحد منهما للآخر: أنت لا تحسن الوضوء. فلفت انتباه الشيخ بذلك، فذهب يحتكمان إليه، فقال: أيها الشيخ، كن حكما بيننا، يتوضأ كل واحد منا. فوافق الشيخ فتوضأ، ثم سألاه أيهما يحسن الوضوء. هنا أدرك الشيخ بأسلوبهما الراقي خطأه، فقال: كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن. وقد تعلم الآن منكما وتاب على يديكما وببركاتكما وشفقتكما على أمة جدكما. لقد أدرك الحسين مع أخيه الحسن عليهما السلام رغم صغر سنهما أن التربية والتعليم باتباع الطرق الصحيحة من مقومات تأسيس أمة صالحة قوية. إن الخطأ وارد عند كل الناس، ورغم أن اقتراف الأخطاء يعتبر مشكلة، إلا أن الأدهى يكمن في معالجة هذه الأخطاء بطريقة غير صحيحة قد تتسبب في تعقيد المشكلة أكثر. الحسين مع أخيه الحسن عليهما السلام وضعا في موضع محرج جدا، فمن جهة هما حريصان جدا على أمة جدهما واشفقان عليها من خطأ فادح يتعلق بالوضوء، ومن جهة أخرى فإن الشخص الذي يريدان تعليمه هو شيخ يكبرهما في العمر. لقد علمنا شبلان رسالة أسلوبا تربويا رائعا، فهما لم ينبها الشيخ بشكل مباشر حتى لا يحرج كبرياءه فيقابلهما بالرفض أو نبذ العمل. كذلك فإنهما علما الشيخ بطريقة عملية الفعل الصحيح، وعادة ما تكون التجارب العملية أسرع فهما واستيعابا عند الناس. فعلم الشيخ أنه أخطأ في الوضوء، والتمس من أسلوب الحسن والحسين عليهم السلام صدق النية وأنهما حقا أرادا خيره وصلاحه، فشكر لهما حسن إرشادهما وتعلم منهما الوضوء بطريقة صحيحة. إنهما من أهل بيت جاءوا لهداية الناس وتربيتهم وتربية صالحة قويمة. فهل يطبق اليوم شيعة الحسن والحسين أساليبهما المميزة في التربية والإرشاد والتعليم؟ الحسين عليه السلام الصبط المعلم الأول وابن أمير المؤمنين وحبيب أمه الزهراء سيدة نساء العالمين، جمع كل الفضائل والكمالات السامية، فكانت له شمس لا تخبو.